الرئيس والسادة رؤساء جدة إيمان ومؤمن، وقد تميزت مدة فاصلة بين الدورتين بالحدث الجلل الذي عرفه مجلس الجماعة والمتعلق بفقدان المشهور برحمة الله فقيدنا العزيز السيد محمد رفاعي النائب السابع للرئيس والذي وافاه الأجل المحزوم يوم الجمعة 5 فبراير 2016. وهي مناسبة أليمة أننا في مجلس الجماعة حيث فقدنا عضوا فعالا وعمليا يعتبر فقدانه خسارة كبيرة لمجلس الجماعة ولمدينة عائش. لما عرفنا به من جدية وإخلاص وتفاني في خدمة القضايا المتعلقة بالجماعة والمدينة بصفة عامة. ولأن الحياة لا بد وأن تستمر فقد تمتع بالشعور الناتج على وفاة المشهور برحمة الله المرحوم محمد الرفاعي بالسيد بارك شير عن لائحة اتحاد شراكة القوات الشعبية طبقا لمقتضيات المادة 33 و153 من القانون رقم 1153 بناء على كتاب السيد بلاجمالية عائش عدد 1357 بتاريخ 19 فبراير 2016 الموجه للعضو مختار السيد بارك شهير والواجب عليه نسخة منه بواسطة إرسالية السيد بلاجمالية عائش عدد 1648 بتاريخ 12 أبريل 2016. وباسمكم جميعا نرحب بالسيد المحترم بارك شهير عضو المجلس الجماعي لمدينة عائش. كما تميزت مدة فاصلة بين الدورتين التغييرات التي عرفتها الإدارة الترابية على مستوى عمالة إقليم العرائش والمتمثلة في تعيين السيد العام الجديد والسيد كاتب العام الجديد، وهي مناسبة لابد أن نقف عندها لتقديم الشكر والعرفان للسيد الفاضل نبيل الخروبي العام السابق على المجهودات على كل المجهودات التي قام بها والمستوى الجيد لدعم ومواكبة مشاريع وبرامج جماعة العرائش التنموية، وأيضا علاقات التعاون والتنسيق التي كانت تجمعنا به والتي بواسطتها حققنا جميع المنتسبات الاساسيه لمدينه عائش ولساكنتها. كما لا تفوتنا الفرصه لنعبر عن تهانينا وتبريكاتنا للسيد الفاضل حسن بويا على الثقه المولويه الساميه التي حظي بها اثر تعيينه عاملا على اقليم المنطقه الفريده، لنقدم لسيادته الشكر والامتنان على المجهودات التنظيميه الكبرى التي قام بها في قطاعات اساسيه لمدينه عائش، تمنين له التوفيق والنجاح.